سي يوسف الرخيص، السلام عليكم. السلام، رمضان مبارك وكريم على جميع المغاربة وخاصة أبناء الحي محمد. سي يوسف، على الصدفة حنا دايزين بحنا وكنشوفوا الإصلاحات في الشارع. شارع سوق الدجاج، كنعتبر بأن هذا المدار من النقط السوداء في الحوادث السير، لأن كنسجلوا بزاف ديال الحوادث، رغم بأن كاين الإشارات الضوئية ولكن ما كتشتغلش. فقررنا باش نديروا هاد مخفضات السير، هاد لي رونتي سير لهاد لي دوضان بالطريقه اللي هي قانونيه، على اساس تنقص من السرعه، لان هنا كنعرفوا بان مجموعه ديال لي كاميون كيدوزوا من هاد المدار، والحوادث السير كنسجلوها يوميا في هاد المكان اللي حنا كنتواجدوا فيه. ف نقطه سوداء عندنا، بالنسبه لنا حنا كنعتبروا نقطه سوداء. فقررنا كمجلس باش نقوموا بهاد العمليه ديال هاد المخفضات، ومازال غنشوفوا اماكن اخرى. فكنعتقدوا بان هاد الباساج كيدوز منه مجموعه الناس اللي كدوز منه ديال السيارات، اللي بالنسبه لهم كيعتبروا هذه الطريق الوحيده اللي كيدوزوا منها، اللي كتمر امام الجامعه ديال الحي محمدي. فاعتقد بان هاد كنتمنى من الله باش هاد العمليه كنقوموا بها باش تخفض شيئا ما من الحوادث، او ما تبقاش، والناس تحترم قانون السير. ولكن سي يوسف، حنا كنشوفوك واقف هنايا، كيف؟ وهذا من انا تعلمت واحد التربيه على يد واحد الاستاذ البصير الله يرحمه، اللي كان رئيس الجامعه واللي اشتغلت معاه، وهو كيوقف على العمل ديالو. وانا كيبان لي بان انا ما كنقديش شي حاجه اكثر من داكشي اللي خصني نقوم به كعمل ديالي. انا واقف، اولا كنآزر هاد الموظفين اللي كاينين حاضرين معنا ديال الجامعه، لما نعتبروا بان راه اليوم عطله، اليوم الاحد، ولكن هذا ما كيمنعش حنا كنشتغلوا لصالح الساكنه ديال المنطقه. فحضور اليوم كيعطي اشاره بان حنا راه متبعين عن كتب جميع المشاريع والبرامج اللي غدار على مستوى الحي محمد. الجديد ديالكم من بعد هادشي؟ كاين عندنا الحمد لله، دابا حنا خدامين في مجموعه ديال الصفقات اللي فيهم هادشي ديال التزفيت، هادشي ديال لوطو بلوكون، هادشي ديال الاغراس لي سباس فير. كاين الحمد لله، اكيد الحي المحمدي يشوف واحد التغيير ان شاء الله جذري على مستوى ديال البنيه التحتيه. وكذلك حنا خدمنا في اطار هادشي ديال تجويد الخدمات، اللي عندنا واحد كيشي متنقل ديال الوفيات، حيينا الذاكره الحي المحمدي في اطار عوين شامه، صلحنا مجموعه ديال الشوارع في اطار تزفيت شارع سين، عندنا واحد الشباك الوحيد اللي كيسلم الرخص، الحضور ديالي اليومي بالمقاطعه لاستماع المواطنين وتسهيل الوثائق الاداريه ديالهم. اعتقد هذا ورش كبير، حنا ولاد الحي المحمدي خصنا نشتغلوا الحي المحمدي. والحمد لله كنفتخر بان عندنا واحد المجلس قوي، اللي ان شاء الله غيكون واحد التحدي لصالح المنطقه ديالنا. تبارك الله سي يوسف، على ما كنشوفوا دوك الديور السقوط باقي شي ديور تمايا اللي هما حاله هشاشه، زعما شنو هذا؟ واحد الارث ورثناه. كنعرفوا المنطقه ديال المول الشريف مجموعه ديال المساكن الايله للسقوط. الحمد لله السيد العامل جزا الله خير وفر لنا ما يزيد على واحد 200 او تقريبا 230 ديال الشقق المخصصه لايواء هاد الساكنه ديال المول الشريف. راه تمت القرعه على ثلاثه ديال الايام ديال المراحل، وكنعتبروا بان هذا ورش اللي مكلفه به السلطه، لا السيد الباشا لا السيد العامل لا السلطه المحليه، كيقوموا واحد المجهود جبار. ما بغيناش الكارثه اللي كانت وقعت لنا في 2020 عاود تكرر لنا في هذه السنه. سي يوسف، من هنا لقدام زعما غنشوفوا شي حاجه اللي هي كتبشر بالخير للحي محمدي؟ عندنا الحمد لله، عندنا واحد برنامج عمل اللي قمنا به يوم 11 يناير 2021 مع مجموعه ديال المجلس ديالنا والاطر، وخططنا واحد التصور لما يرجع الا بالنفع على ساكنه الحي محمدي. كلمه ديالك للناس ديال الحي محمدي وبالخصوص الشباب. لي جون خصهم ينخرطوا في العمل الجمعوي، خصهم ينخرطوا في العمل السياسي، خصهم يثقوا في السياسيين، خصهم يعطونا فرصه. حنا اليوم كنطلبوا فرصه تعطانا. وانت كتعطيهم فرصه سي؟ انا كنعطيهم فرصه وبابي مفتوح والهاتف ديالي راه معروف، وانا راه الاشاره ديال المواطنين لخدمه هذه المنطقه. كان معنا السي يوسف رئيس مقاطعه الحي محمدي.